مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصة أخرى من بيوتنا في رمضان. اليوم رح نتكلم على الأطفال وكيف نربي أطفال واثقين من أنفسهم. كأولياء كم نحبوا الأولاد ديالنا يكونوا عندهم ثقة بالنفس ويكونوا ناجحين ويكونوا مزدهرين في حياتهم ويحقوا اللي ما قدرناش حنا نحقوه. اليوم رح نشوفوا تقنيات وأشياء اللي يقدروا يعاونونا حنا كأولياء نشجعوا أولادنا ونحفزوهم باش يلحقوا لهذاك الشيء ويكتسبوا الثقة في النفس. اول شيء لازم حنا نكونوا قدوه للاطفال ديالنا. الطفل تاعنا اول حاجه يشوفها في الدنيا هذه هي الاولياء ديالو، يعني الا حنايا ما مثلناش الثقه تاع النفس عند الاطفال ديالنا قدامهم هما ماهوش حين يتعلموا هذا الشيء. الا شافونا حنايا ما عندناش ثقه في النفس وما ناخذوش القرارات بسهوله وبليك والناس يعني ما يعاملوناش باحترام وما عندناش الثقه هذيك هما ثانيك ما حش يكتسبوا هذاك الشيء. يعني مام اذا حنا ما عندناش ثقه في النفس في يعني مواضيع ولا حقول معينه نقدروا قدام الاطفال ديالنا نبينوا لهم بلي عندنا ثقه بالنفس، ماشي لازم نكونوا صح عندنا هذيك الثقه الكبيره بالنفس الثقه العاليه، لكن لازم نسيو نكونوا قدوه للاطفال ديالنا باش هما يقتدوا بنا ونكونوا احنا اول قدوه تاع ثقه بالنفس. حاجه واحده اخرى نديروها هي ما نغضبوش عليهم كي يديروا الاخطاء. الخطا شيء جدا عادي وهو يعني جزء من التجربه من الحياه، لازم نغلطوا باش نتعلموا. على بالعكس يعني الطفل اللي يحاول ويغلط راح يتعلم احسن من هذاك الطفل اللي ما يحاولش وما يغلطش كامل. يعني هذاك الخطا راح يعلمه التجربه هذيك المره الجايه ما راحش يغلط، راح يدير حاجه احسن واحسن. لازم نشجعوهم باش يجربوا حاجات واحد اخرين في الدنيا، يجربوا حاجات جدد. يعني للطفل ديالنا قالنا اني حاب اليوم ندير باسكيت، نقولوا له اه سمعنا لي مراه قال لك لا راني حاب ندير كاراتيه، نقولوا له معليش. يعني بعد شهر بعد شهرين يقول لك لا راني حاب ندير لا دونس كلاسيك، نقولوا له معليش مرحبا. الطفل راهو يستكشف، راهو يحاول يلقى الشغف ديالو في الحياه هذه، وحنا الواجب تاعنا انه نكونوا دليل تاع الاطفال ديالنا. ماشي احنا لازم احنا نفرضوا احنا الحياه اللي ما عشناهاش نفرضوها على الاطفال تاعنا، لا لازم نعاونهم هما يلقاو الشغف تاعهم في الحياه، يجربوا حاجه مر حاجه حتى وين يلقاو واش راهو حاب. خاطر الاطفال فضوليين بطبيعتهم، ما احنا كي نكونوا كبار فضوليين، لكن الاطفال اكثر واكثر لانه مازال ما جربوش الحياه. لازم احنا نسهلوا عليهم هذه التجربه ونخليهم يحاولوا كلش حتى يلقاو الشغف ديالهم. حاجه واحده اخرى لازم نمدحوا المحاوله ديالهم والمثابره ديالهم. يعني كي الطفل تاعنا يفشل ولا ما ينجحش في الحاجة ما نقولولوش وعلاش ما نجحش وكيفاش، لا لازم نمدحو نقولولو احسنت انك حاولت، المرة الجاية ان شاء الله ما راكش حتفشل، المرة الجاية راك حتنجح، لانه الفشل جزء من الحياة. في حياتنا كامل نفشلو بعد نعاودو نوضو ونحاولو حاجة واحدة اخرى وننجحو فيها. يعني الفشل ما راهوش حاجة سلبية، بالعكس الفشل حاجة ايجابية لانه يعاوننا باش نتعلمو من الاخطاء السابقة وننجحو في حياتنا من بعد كي نعاودو التجربة مرة اخرى. لازم نساندوهم ونشجعوهم على هذا الشيء. حاجه واحده اخرى لازم نمدحوا يعني الخطوات ديالهم، يعني النجاحات ديالهم مهما كانت صغيره. الاطفال صغار يعني الى حل قرعه المره الاولى ديالو اللي حل قرعه راح لازم نقول له اه برافو راني فخور بك اني حاولت هذا الشيء. حنا بالنسبه لينا هذا شيء جد عادي، يعني في نهار نحلوا بلاك قرعه 10 خطرات ولا شحال، ولكن هو بالنسبه ليه اول مره يستعمل القوه تاعو يستعمل الذكاء تاعو باش يدير هذاك الشيء. دونك حنا لازم نحطوا نفسنا في مكان الاطفال هذوما، بليك اي تجربه راهم يخوضوها حتكون اول مره في حياتهم يخوضوها، لازم نشجعوهم عليها ونمدحوهم. واكيد المدح هذا لازم يكون بتوازن، يعني ماشي كل حاجه نقولوا له برافو يعطيك الصحه، لا لازم التشجيع الايجابي يكون عنده وقت، لازم ما نكثروش منه، خاطر لو كان نكثروا منه يكون عنده نتيجه عكسيه، يولي الطفل هذاك بالك المدلل بزاف، يولي ما يعتمدش على نفسه بزاف، يولي يعتمد على المدح كثيرا. يعني لو كان الناس ما يمدحوش بزاف يولي ما يقدرش يدير هذاك الشيء ولا يحس بليك واش راهو يدير غير كافي. يعني هنا لازم الاعتدال والاتزان في تقديم المدح. لازم ذلك نتقبلوا انه الاطفال تاعنا ماهمش كاملين، يعني ما كاش انسان اللي كامل في الدنيا هذه ولا مثالي، راح دائما يكونوا عندهم عيوب، كاين حاجات ينجحوا فيهم كاين حاجات ما ينجحوش فيهم، كاين حاجات اللي يبهرونا فيهم نقولوا يا سبحان الله هذا الطفل عنده موهبه، كاين حاجات ماش يكون موهوب فيهم. يعني كل انسان فينا مختلف عن الاخر، الاطفال تاعنا هكاك على بيه لازم ندعموهم باش يلقاو الشغف ديالهم. وشيء اخر اهم يعني مهم بزاف هو انه ناخذوا براي تاعهم في عين الاعتبار. كي نكونوا عندنا حوار ولا نكونوا مثلا نحوسوا نديروا خرجه في نهايه الاسبوع، نسقسوا الاطفال ديالنا، نسقسوا اسكو راك حاب نروح واش راك حاب نديروا، عطي لي رايك وعلاش. مثلا يقول لك اني حاب نروح المطعم، قل لي وعلاش، قنعني وعلاش راك حابين نروحوا للمطعم، راك حاب نروحوا يعني نديروا كومبينغ وعلاش، فهمني. دونك الطفل لازم نفتحوا له مجال الحوار. الطفل عنده راي ديالو، يعني عنده الاراده تاعو، عنده
وش يحب هو تانيك، لازم نستمعوا ليه، لك خاطر لو كان نغموه الطفل هذا كل ما يهضر نقول له اسكت، لا لا انت ما دخلت، انت ما عندكش راي، هنا رانا يعني نمحيه في الشخصيه ديالو، ما نعطيلوش وقت، يعني ميم كي يكبر ما يوليش عنده ثقه بالناس خاطر يحس بلي الراي تاعو غير مهم. يعني الا حنا الاولياء تاعو ما عطينالوش وقت باش نستمعوا ليه، ما عطينالوش وقت باش نحترموا الراي تاعو، علاش الناس راحين يحترموا الراي ديالو؟ حاجه واحده اخرى لازم نحدد لهم الاهداف المستقبليه، يعني نقعدوا مع الطفل ديالنا وكل ما يكون عنده رغبه جديده ولا يعني تجربه جديده وحاب يخوضها نقول لهم داكور واش راك حاب دير، هاي نديروا الخطه المستقبليه، معليش وليدي حاب يدير كاراتيه على 10 سنين نديروا كذا 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 حتى وين يلحق يعني اعلى المستويات، بنتي راهي حابه دير لا دونس كلاسيك داكور هاي واش نديروا، نبداو مره في الاسبوع مثلا في المنزل ومن بعدك ندخلوا المدرسه خاصه ومن بعد بنتي تروح كذا وكذا، يعني نديروا لهم خطة باش يحس بلك هذاك الطفل بلك يعني عطينا له قيمه للهدف ديالو، رانا نساندوه عطينا له قيمه بلك رانا ناخذوه يعني بمحو الجديه، ما راناش يعني هكاك نقول له ايه وخلاص ايه وخلاص، لا لازم نساندوه ونعاونه. واخر شيء هو الاستماع للاطفال ديالنا، الاطفال ديالنا عندهم شخصيه تاعهم عندهم الراي تاعهم، لازم نستمعوا ليهم لازم نتناقشوا معاهم، ما نسيوش يعني هذه اكبر عائق اللي نلقاو الاولياء غير يجي يهضر له تيقول له ماشي دوكا ماشي دوكا ومن بعد ماشي دوكا خلينا من هذاك الشيء، لا لا ماشي ما عندكش الحق، لا هذا الشيء دائما يدمر الشخصيه تاع الطفل وينحي الثقه في النفس. دونك الاطفال ديالنا هما مشاريعنا المستقبليه هما اعلى اغلى حاجه عندنا في الدنيا هذه، دونك نحافظوا عليهم نسيو نعطوا لهم اكبر قيمه حنايا باش الناس يقيموهم وهما يقيموا تانيك الذات ديالهم. نتمنى الموضوع تاع اليوم يكون فاتكم، نشوفكم في حصه اخرى في موضوع اخر ان شاء الله.